حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المبعوث الأممي إلى اليمن يعلن عن تقدم نحو مباحثات قادمة. في تقرير بموقع عربي، سكان عدن كفانا مسلحين، نحتاج دولة. الفلسطينيون يعيشون من دون أمل في كل مكان. أهلا بكم. يبدأ غدا شهر حزين آخر بالنسبة لأمهات المختطفين لدى ميليشيات الحوثي، وعنوان موقع يمن مونيتور: رابطة أهلية، رمضان الرابع يتجرعه أبناؤنا في سجون الحوثي والعالم يتفرج بلا ضمير إنساني. وقال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين نفذت وقفة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طالبت خلالها المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة الضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين. وقالت الرابطة في بيان لها خلال الوقفة الاحتجاجية: يحل علينا شهر رمضان الكريم للمرة الرابعة، والمئات من فلذات أكبادنا المختطفين والمخفيين قسرا لا يزالون يتألمون خلف قضبان السجون بدون أي ذنب اقترفوه. وأشارت إلى أنه في كل رمضان تنتظر الأسر عودتهم على مائدة إفطار واحدة، لكن هذا لم يحصل في ظل الظلم الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق أبناء الشعب. بعد أن قتلوا العديد من سكان مديرية جبل حبشي، ميليشيات الحوثي تنسحب وتخلف 25 عنصرا من مقاتليها سلموا أنفسهم للجيش الوطني. وعنوان موقع المصدر أونلاين: الحوثيون ينسحبون من جبل حبشي غرب تعز. وقال مصدر عسكري حكومي إن المسلحين الحوثيين انسحبوا من منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز بعد أن أحكمت القوات الحكومية حصارا عليهم. وبحسب المصدر فإن الحوثيين انسحبوا دون قتال بعد أيام من قطع خطوط الإمداد عنهم من قبل قوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية. وأشار إلى أن من بين المسلحين المنسحبين 25 مسلحا سلموا أنفسهم لقوات اللواء 17 مشاة، كما سلم العشرات من الحوثيين أنفسهم للقوات الحكومية في منطقة شعبو بمديرية الوازعية إثر معارك بين الطرفين تدور منذ أيام. بين الإصبع والزناد، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في الخليج مضيفا في جزء من المقال: هناك طرفة ذات مغزى عميق تروى عن رجل ادعى الشجاعة وذهب إلى الحداد ليطرق له سيفا طوله متران، وعندما تسلم السيف وجد أنه ليس بالطول الذي أراده وأعاده إلى الحداد، لكن الحداد كان سريع البديهة وقال له: تقدم خطوة نحو عدوك وسيصبح طول السيف 3 أمتار. وربما بسبب هذه الإجابة الذكية من الحداد قيل أن الأهم من الزناد هو الإصبع الذي يضغط عليه، فالسلاح يستجيب لمن يستعمله ويحدد بوصلته. لهذا طالما هزمت القلة الكثرة. وهناك تفسير علمي لهذه الظاهرة، وهي ليست مجرد بلاغة بلا مضمون، فقد لاحظ أرنست فيشر وهو أحد أهم المشتغلين في علم الاجتماع والفن أن الشعوب البدائية التي تعتقد أن الغناء والأناشيد أثناء العمل تضاعف من المحصول، وحين أجرى تجارب ميدانية في هذا المجال وجد أن المحصول يتضاعف بالفعل، لكن ليس بسبب الأناشيد بل بما تشحن به النفوس من حماسة في العمل وتحمل المشاق. وانتهى إلى استنتاج بالغ الأهمية في تاريخ الفن، هو أن هذه القوة الناعمة لها مفاعيل قوية على نفوس البشر. لهذا لم تكن المارشات العسكرية في الحروب إلا أحد الأمثلة على دور الكلمة وما يصاحبها من موسيقى في حياة البشر. وبالعودة إلى حكاية السيف، حين يطول أو يقصر تبعا لإرادة وشجاعة حامله، فهو بالفعل يزداد طولا في حالة الإقدام ويقصر حتى يتلاشى في حالة الفرار. الإصبع إذن للزناد والفارس للجواد، وقد أجريت تجارب عديدة في اليابان وغيرها على علاقة الإنسان بالآلات التي يستخدمها، وكانت النتائج مثيرة. إلى موقع عدن الغد الذي أورد تفاصيل عن مقتل عميدة كلية العلوم الصحية ونجلها وابنته، حيث علقت مصادر عن مقتل نجاة علي مقبل بحي إنماء وقالت:
إن القاتل سائق سيارة أجرة، قام باستخدام سلاح كلاشينكوف واقتحم شقة عميدة الكلية وأطلق النار عليها وعلى ابنها وابنته الصغيرة. وقال شاهد عيان إن لحظة فرار القاتل وهو يطلق النار من منزل المجني عليها تصادفت مع مرور طقم أمني تابع لإحدى القيادات الأمنية، وحينما شاهد الجنود رجلا يطلق النار قاموا بمطاردته حيث فر إلى شقته القريبة من موقع إطلاق النار، واقتحم الجنود الشقة وألقوا القبض عليه. أكد المدير التنفيذي لشركة صافر للإنتاج والاستكشاف النفطي المهندس سالم كعيتي أن الشركة استأنفت صيانة الآبار المتضررة والتي تستدعي صيانة عاجلة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات جراء الحرب التي تشهدها البلاد. وأضاف في تصريح نشره موقع المشاهد نت: الشركة تغلبت على الصعوبات التي أدت إلى توقف الصيانة والتي كان من أبرزها الأوضاع الأمنية جراء الحرب، بالإضافة إلى تجميد عقود شركات الخدمات النفطية وشحة الموارد المالية. وأفاد مدير الشركة أنه تم إيجاد بدائل وعقود جديدة مع بعض شركات النقل لتستأنف عمليات صيانة الآبار من جديد. وفي منطقة تعاني من الصراعات العنيفة والديكتاتوريات، ليس مفاجئا أن تحصل 19 دولة عربية على أقل من 50 في مؤشر إدراك الفساد لعام 2017. هذا مقتطف من مقال كتبته ندى أمين في العربي الجديد، مضيفة في مقالها الذي جاء بعنوان الراسخون في الفساد. بينما تحيي دول ما يعرف بالربيع العربي ذكرى الثورات التي قامت بها شعوبها في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ضد أنظمة ديكتاتورية مارست جميع أشكال الفساد السياسي والاقتصادي، يبدو أن مقاصد هذه الثورات وعلى نبلها ما زالت مجرد أمنية بعيدة المنال. فقد تشابهت الشعارات التي غصت بها الحناجر في الساحات والميادين، لكن اللافتة الأبرز كانت هتاف الجميع ضد الفساد والرشوة والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص بين أفراد البلد الواحد. فهل تخلصت تلك الدول وغيرها ممن لم تشهد ثورات مماثلة من حمولة تركة الفساد الثقيلة المتوارثة نظاما بعد الآخر؟ ما زال المشوار طويلا، فقد كشف أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017 عن تفاقم الفساد في معظم دول الربيع العربي، خصوصا سوريا التي احتلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الدول الأكثر فسادا، تلتها اليمن وليبيا والعراق. والسبب الرئيسي استمرار النزاعات والحروب في هذه المناطق. ولكن تفشي ظاهرة الفساد في الدول العربية لا يقتصر على الدول التي شهدت تحركات وانتفاضات، فالمؤشر العالمي يضع 6 دول عربية ضمن قائمة الدول 11 الأكثر فساداً في العالم، منها العراق والسودان والصومال. عثرت القوات الحكومية في الساحل الغربي على صواريخ وكميات من الألغام في محيط ميناء التحيطة جنوب الحديدة. والتقطت عدسة عدن تايم صورا تظهر صواريخ كانت الميليشيات تخبئها تحت الأشجار، كما تم استخراج مئات الألغام منها ألغام حجرية واسطوانات غاز نهبتها الميليشيا من منازل المواطنين لتفخيخها. وتم استعادة ميناء الحيمة الاستراتيجي في مديرية التحيطة بمحافظة الحديدة عقب هزيمة من تبقى من مقاتلي الحوثي. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. قبل 3 أعوام كان سمير عبد الرحمن يمتنع عن المرور بسيارته الأجرة في خور مكسر بمدينة عدن بسبب انتشار القناصة والمعارك الدائرة يومها بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، لكنه يخشى اليوم أيضا المرور في الحي ذاته. هذا ما يقوله تقرير نشره موقع الجزيرة نت بعنوان سكان عدن كفانا مسلحين نحتاج دولة. يقول سمير إن المدينة تشهد فوضى أمنية واضطرابات دائمة وهي أسوأ حالا، فشارع خور مكسر الذي قدمنا منه لن أمر فيه بعد 9 ليلا حتى وإن عرض علي مبلغ مضاعف. ويضيف قبل أيام عثر على جثة أشخاص قتلوا على يد مجهولين. ويضيف الموقع الأمن لا يزال هشا ولا تزال الاغتيالات مستمرة، فقبل يومين اغتال مسلحون شرطيا ومدنيين 2، فيما اغتال مسلحون خطيب مسجد مطلع الأسبوع المنصرم. سياسيا، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث كما أوردت صحيفة العربي الجديد أنه يحرز تقدما جيدا بإعداد إطار عمل لاستئناف المفاوضات اليمنية يعتزم طرحه أمام مجلس الأمن الدولي في يونيو المقبل. جريفيث نفى في بيان أن يكون تأجيل زيارته إلى صنعاء قد أفضى بأي حال من الأحوال إلى عرقلة وصوله إلى قيادات جماعة الحوثي لفهم وجهات نظرهم بشأن إطاره للمفاوضات بنحو أفضل. المبعوث الأممي أشار إلى أنه يشعر بقلق شديد من التأثير السلبي للتصعيد الأخير للهجمات على العملية السياسية، وطلب مختلف الأطراف اتخاذ تدابير طارئة للحد من التصعيد. مبعوث الأمم المتحدة قال أيضا أنه سيقدم في يونيو المقبل إطار العمل إلى مجلس الأمن الدولي، وأنه يتطلع إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام بشكل رسمي بعد ذلك. صحيفة ليبغاسيو الفرنسية عنونت بخصوص اليمن عدد الأشخاص النازحين بسبب النزاع هو الأعلى في عام 2017، ووفقا لتقرير صادر عن مركز رصد الكوارث الهيئة التي تراقب حالات النزوح هذه، فقد أجبرت الصراعات في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 12 مليون شخص على الانتقال من مدنهم في العام الماضي، وهو رقم قياسي في العقد الماضي. في المجموع اضطر 11,800,000 شخص إلى مغادرة منازلهم والانتقال داخل حدود بلادهم في عام 2017 بسبب النزاع والعنف، وهو حوالي ضعف عدد الأشخاص الذين بلغوا 6,900,000 الذين أجبروا على القيام بنفس الشيء في العام السابق. كانت اليمن على رأس القائمة من قبل، ولكنها الآن لم تعد من بين الدول 10 الأكثر تضررا من هذه الظاهرة بسبب الصعوبات في الوصول إلى البلاد التي تعاني حاليا من الحرب ونقص المعلومات. ليس لغزة حنجرة لكنها تغني. تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله في العربي الجديد مضيفا: هل يوجد في التاريخ ما يشير إلى أن عدوا محتلا غادر طواعية؟ اقرأوا التاريخ واقرأوا مواثيق الأمم المتحدة ونواميس الوجود لتعرفوا أن مقاومة الاحتلال حق أساسي ومشروع. اسألوا فرنسا عن مقاومتها المسلحة الاحتلال النازي، واسألوا التاريخ عن بلاد لم تترك سلاحا إلا استخدمته في سبيلها لتحرير أراضيها. من المهم هنا تذكر أن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال بالمفهوم التقليدي، وإنما هي قبل ذلك وبعده كيان استيطان. ذلك أن الاحتلال بالمفهوم التقليدي المعروف أن دولة قائمة ومتحققة بالفعل تاريخيا وجغرافيا وحضاريا، ولها جذور ضاربة في عمق الزمن تمارس التوسع والامتداد على حساب حدود دولة أخرى مجاورة أو بعيدة، فيصبح من حق الدولة الأخرى حكومة وشعبا أن تقاوم هذا الاحتلال والعدوان على سيادتها بكل ما أوتيت من قوة. وفي حالة إسرائيل نحن بصدد عصابة من القراصنة لا تاريخ لهم كدولة في أي مكان في العالم، يقودون مجموعة من النهابين الطماعين هجموا على بلدة فقتلوا أهلها واستولوا على أراضيها ومساكنها ووضعوا لافتة عليها باسم جديد. بزي ملائكة الرحمة تنكرت، ولكن ما أخفته ملابسها البيضاء كان أكبر كما وصف موقع عربي بوست.
أخذت الطفل من حضن والدته التي لم تشبع عيناها من رؤيته بعد بحجة إجراء فحوصات للطفل الذي مضت ساعات قليلة على ولادته ولاذت بالفرار. الحادثة وقعت في مستشفى أفيون الحكومي بمدينة أفيون التركية عندما ذهب الوالد برفقة طفله لإجراء بعض الفحوصات الطبية لطفله. خرج الوالد لإحضار بعض الأدوية من الصيدلية، فدخلت الخاطفة متنكرة بزي ممرضة وأخذته خارج المستشفى. عاد والد الرضيع محمد وأخبرته زوجته بأنهم أخذوا الطفل للفحص. بعد انتظار طويل شعر الوالد بأن هناك شيئا غير طبيعي. ذهب بعدها ليسأل الممرضات عن طفله، ولكن تفاجأ بأن أحدا لم يأخذه. استنفرت القوات الأمنية للبحث واستطاعوا الوصول إلى الخاطفين خلال ساعات وإعادته إلى والديه اللذين بقيا في المستشفى ينتظرانه. وفقا لما جاء في صحيفة حرية، قال رئيس بلدية منطقة بازاش في تصريحه لوكالة دوان إن الخاطفة فقدت حملها في شهرها الأخير ولم تستطع إخبار أسرتها، لذلك قامت باختطاف الطفل. ونطالع في صحيفة التايمز مقال رأي لريتشارد سبنسر بعنوان الفلسطينيون يعيشون من دون أمل في كل مكان. وقال كاتب المقال إن القنابل تتساقط والأعيرة النارية تتطاير والناس يجرون للحفاظ على حياتهم، كما أن المستشفيات اكتظت بالجرحى والمرضى والناس أجبروا على النوم في الشوارع. وأضاف أن ما يجري يوما هنا ليس في غزة بل في اليرموك، مخيم اللاجئين الفلسطينيين الذي يقع جنوب العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن هناك مخيمات للفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان مليئة بأشخاص لا يحملون أي جنسية وليس لديهم أي أمل وأصواتهم لا يسمعها العالم. يكتب ديفيد كرونين عن واحدة من جوانب النكبة التي مر عليها 70 عاما وأراد الفلسطينيون إحياءها فدفعوا ثمنا جديدا ودما طريا. وقال الكاتب في مقال أعادة الغد نشره: في 20 نيسان/أبريل من عام 1948 أرسل سيريل ماريوت القنصل البريطاني العام في حيفا برقية إلى المسؤولين في لندن لإطلاعهم على الوضع الأمني الذي كان يواجهه، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تهاجم القوات الصهيونية مدينة حيفا، المدينة الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، خلال اليوم أو اليومين المقبلين. وأضاف في برقيته أن أولوية الجيش البريطاني تتمثل في حماية الطرق والمنشآت التي تعتبر ضرورية لإجراء القوات البريطانية، وحالما يتم تحقيق هذا الهدف فإن بريطانيا ستسمح لليهود والعرب بأن يتقاتلوا حتى النهاية في الأجزاء الأخرى من المدينة. عندما وقع الهجوم استولت القوات الصهيونية بسرعة على جزء كبير من حيفا، ورفض الجنرال البريطاني هيوستو كويل السماح للتعزيزات العربية بالتقدم نحو المدينة، كما أمر القوات البريطانية أيضا بالانسحاب، ثم أمر القوات العربية بنزع سلاحها، وطلب من جميع الذكور العرب الأجانب التجمع في مكان معين حددته قوات الهاغانا بحيث يمكن طرد هؤلاء الرجال. واشتكى القادة الفلسطينيون في حيفا من أن الظروف التي فرضها ستوكويل كانت غير عادلة، لكن البريطانيين طلبوا من الفلسطينيين من دون أي بديل قابل للتطبيق مغادرة المنطقة، بينما كان المواطنون الفلسطينيون يفرون فقط بالملابس التي يرتدونها حسب ما ذكر. قامت قوات الهاغانا بإطلاق النار والاستيلاء على محتويات منازل الفلسطينيين، ومرة أخرى ظل البريطانيون في موقف المتفرج من خلال ترك الفلسطينيين بلا أي خيار سوى مغادرة حيفا. ساعدت السيطرة الصهيونية على حيفا والتي قام ستوكويل بتسهيلها في تحويل المدينة إلى ما وصفه ديفيد بن غوريون بالمدينة الجثة. وهنا يجب التأكيد على أن بن غوريون كان يحبذ تحويل المجتمعات الفلسطينية إلى مدن جثث. ومن صحيفة الديلي تيليغراف جولتنا المصورة لهذا اليوم عبر صور متنوعة نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقاتنا. نلقاكم غدا الساعة 4:10 عصرا. رمضان كريم ويحل عليكم بالخير واليمن والبركات. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.